صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام اينما كنتم، نحييكم من خلال برنامج صباح الدوحة. هذا البرنامج اللي ياتيكم من الاحد لين يوم الخميس من الساعة 9 الى الساعة 9:30، وايضا رحب بكل مشاهدينا داخل قطر وبرا قطر، ودائما خص بالتصبيحة امهاتنا وابهاتنا الكبار، ونقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. طبعا الان متواجدين في أكاديمية الخبرة لتعليم القيادة، الان احنا متواجدين في ميدان التدريب، ميدان الال، ميدان الباركن، ميدان اللي هو بداية التدريب قبل الخروج للشارع. طبعا الميادين تتكون من كيفية التدريب على الاصطفاف اللي هو الباركن، كيفية استخدام الال والمنحنيات، الامور هذه. طبعا كيفية استخدام المركبة قبل الخروج للشوارع الرئيسية، التعرف على المركبة ومحتويات المركبة قبل خروج المتدرب أو طالب الرخصة للشوارع الرئيسية. نعم نقيب محمد، هناك دائما في من يريد أن يحصل على رخصة اليوم في البداية يعتقد أنه يتعلم الإشارات، ودائما كلنا تعلمنا في البداية تتعلم وتحفظ الإشارات، لأن الإشارات مهمة جدا، وأيضا يعني تتبع الخطوط الموجودة، تتبع الإشارات الموجودة، لأن من يتبع الإشارات بدقة أعتقد راح يسلم من الحوادث. صحيح طبعا. النقيب محمد سعيد العامري، أنا ودي الآن يعني ويدور في بالي سؤال، ويمكن كثير من المواطنين ومقيمين يسألون عنه، هناك بعض الدول تستبدل رخصة، هناك بعض الدول يشترط أن يدخل دورة أو نص دورة، هناك بعض الدول فقط اختبار شارع، كيف هذا القانون، أو كيف مثلا نبي نستفسر أسهل رخصة استخراجها في عندنا في دولة قطر؟ طبعا الاجراءات وحده هي اللي الكل يختبر بالنسبه لاستخراج الرخص، ولكن هناك في بعض الاتفاقيات، اتفاقيات مبدا التعامل بالمثل بين دولتين او بين بعض الدول، يسمح القانون باستبدال الرخص هذه. هي طبعا مبدا اتفاقيه، ولكن الاساس او الاصل ان انت تدخل المدرسه وتاخذ الحصص المقرره لك، سواء دوره كامله او نص دوره، لحصولك على رخصه القياده. وايضا هناك في بعض الدول فيها اتفاقيات انك انت ممكن الرخصه تكون معتمده وتاخذ عليها فرصتين اختبار نفس بعض الدول. اكيد الوقت الحالي السيارات كلها التقنيه حديثه، السيارات الموجودة كلها سيارات حديثة ومتوفر فيها كاميرات وتحديد الأماكن، تحديد أماكن الاختبار. وأيضا بخصوص طبعا الاختبار في السابق بيكون غير عن الاختبار الحالي. الآن تطور على مقاييس عالمية. أكيد مقاييس عالمية، والرخصة طبعا معترف في تقريبا أكثر من كثير من الدول معترف فيها. فعشان هالاساس فاختبارات تكون بعض الاحيان تكون شوي صعبه، لان تعتمد على الاشارات اللي في الدول الاخرى. نعم ابو عبد الله، اليوم نلاحظ سيارات فخمه صراحه، يعني تتبع للاكاديميات، سيارات حتى يعني اقيامها عاليه جدا، فنلاحظها يتدرب فيها الشخص. ليش هذه السيارات مثلا الحديثه والغاليه؟ هي